صباحكم فل الناس الكل، مرحبا بكم مستمعينا. 7:18 دقيقة نمشيو الفقرة من فقراتنا متابعات، مش نهزوكم السوسة ومش نتحطوا على أول مركز في الشرق الأوسط وأفريقيا للتجديد في مجال الذكاء الاصطناعي. متابعات في متابعات، مش نرجعوا لتدشين أول مركز في الشرق الأوسط وأفريقيا للتجديد في مجال الذكاء الاصطناعي. هذا كان نهار 3 سبتمبر 2024. ضيفنا الآن هو سي هشام التركي، مدير عام القطب التكنولوجي بسوسة. صباح النور سي هشام، أهلا وسهلا بك. صباح الخير، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين الإذاعة الوطنية. ننطلقوا من البداية، كيفاش جاء المشروع هذايا، المركز هذايا، كيفاش كانت البداية، علاش اختاروا تونس، وأهمية أول مركز في الشرق الأوسط وأفريقيا للتجديد في مجال الذكاء الاصطناعي. والقطب التكنولوجي بسوسة انوفيشن سيتي مع خصوصية نتاعو هي الميكاترونيك، يعني التقنيات الميكانيك والإلكترونيك والديجيتال والذكاء الاصطناعي بطبيعة الحال. واخترنا احنا ثلاثة أنهج اللي هما الاندستري 4.0 والذكاء الاصطناعي وعالم السيارات. نعم. وفي الذكاء الاصطناعي كما في أي سنتر ديكسيلانس نحبو نعملوه، بدينا برنامج أول سميناه أي فاكتوري للاستقطاب ولي سيتون بيبينيير بور دي ان بروغرام دو بيبينيير بور دي ستارت اب في الذكاء الاصطناعي. وبدينا نخدمه على برامج وحاولنا نتصلوا بطبيعة الحال بأحسن التكنولوجيات في العالم، واتصلنا بانفيديا وبدينا نخدمه معها على البرامج هذوما تاع تطوير وإطارة الستارت اب نتاعنا في الذكاء الاصطناعي. نجح البرنامج هذايا، وصلنا بعد ذلك في الأخر باش عملنا اقتنينا أجهزة كمبيوتر دي جي إكس اللي هو الأول في أفريقيا وقتضيناه احنا، اللي هي بلاتفورم للحسابيات للذكاء الاصطناعي. معناها ما نجموش نعملوا الذكاء الاصطناعي بدون معناتها انفراستركتور. دونك اقتنينا هذا الكمبيوتر وبدينا نخدموا عليه، وبدينا نعملوا في برامج زاده نتاع تدريب للشبان على استعمال تكنولوجيا نتاع انفيديا، اللي هما بطبيعه الحال انفيديا هي الاول شركه في العالم في التكنولوجيات نتاع الذكاء الاصطناعي. تقريبا قديم من شيء بتكون، قديم من استخدام تبعت 300 بدينا فيها وعيطنا لهم معنا هنا، جاوا شافوا وحضروا كيما انبهروا وقت عملنا الستارت اب وبالتالون اللي عندنا في تونس وبالوجود الشباب اللي هو معناتها يطلع للذكاء الاصطناعي ومستعد باش يطور الذكاء الاصطناعي وباش يخدم فيه. زادوا انبهروا وقت عملنا الدورة التدريبية الأولى وقت البيك تيك فيها 300 واحد معناتها تعدوا بالدورة هذه، ونجحوا كلهم وخذوا كلهم دي سيرتيفيكا من عند انفيديا اللي هي تتمكنهم من دي ديفلوبمون واستعمال التقنيات نتاع انفيديا. وبطبيعة الحال عملنا الدورة التكوينية هذه مع انفيديا. حاسيلو لفات اللي وصلنا احنا عملنا هذا الكل، فلا انفيديا تختار في الاخر تونس باش تكون اول هاب انوفيشن في الذكاء الاصطناعي في افريقيا وفي الشرق الاوسط. نعم، هي التوجه باش وصلنا لليوم 17 باش معناتها عملنا لا ديكلاراسيون اوفيسيال نتاع الهاب هذايا، وجاو معناتها اعضاء كبار من انفيديا معانا هنا وعملنا الانطلاق نتاع المشروع هذا. هو كما قالت السيده الوزيره عند التدشين، التوجهات الكبرى للاستراتيجيه الوطنيه للصناعه والتجديد في افق 2035 ترتكز اساسا على التجديد والتطوير التكنولوجي والانتقال الرقمي. هل المركز هذايا كيفاش مش يتعامل مع بقية القطاعات، مع بقية مراكز البحث مثلا، مع الأقطاب التكنولوجية في بلادنا، كيفاش مش تتوسع الأهمية متاعه في كامل ولايات الجمهورية؟ هي أهم حاجة هي يكونوا عندنا معناتها لي غوسوغ هيومان، الطاقة لي تالون اللي هما ينجموا يستعملوا التكنولوجيا هذه ينجموا يخدموا بها. دونك احنا أول حاجة نخدموا عليها هي التدريب والتدريب والتدريب. وصلنا اليوم عملنا 500 في عام معناتها السنة 2024، عام الجاي نطمحوا باش ندربوا 2000. بطبيعة الحال برامجنا نتاع احتضان
الستارت اب اللي هي تتطور بطبيعه الحال. هذايا الستارت اب احنا وين نلقاهم؟ نلقاهم في لي سونتر دو ريشيرش، نلقاهم في المدارس العليا، نخدموا مع الايكو سيستيم هذا الكل باش نختاروا الستارت اب، وبعد ذلك احنا نحيطوا بهم باستعمال الهاب هذايا وباستعمال لي تكنولوجي نتاع انفيديا. بطبيعه الحال مع انفيديا ورانا باش تكمل تعطينا كل شيء، نبداو ديما في التطور الجديد تاع الذكاء الاصطناعي. دونك سيت احنا الميكاترونيك كيما قلت لك راهي اللي تري ترانسفيرسال، دونك تخدم مع لي سونتر الكل وتخدم مع لي سيكتور الكل، لي سيكتور داكتيفيتي، وهذاك هو اللي مش يخلينا نقدموا في الانوفاسيون في الذكاء الاصطناعي في تونس ان شاء الله. ان شاء الله هذا يخلينا نطوروا النسيج الصناعي نتاعنا، النسيج الصناعي التونسي، ونعزوا الموقع نتاعنا في الاسواق الخارجيه، ونضمنوا التطور بين البلدان، لانه فما تطور تنافسي زاد، بما انه انفيديا في 27 دوله موجوده يعني اليوم. اما في افريقيا، في افريقيا ماهيش موجوده برشا، تو بدات في تونس وبدات زاد في لافريك دو سود، وبعد ذلك عندها زوج مناطق اخرين تبدا تزيد فيهم، اما تو بدينا احنا من الاولين، وتونس ظهرت اللي هي قطب من اقطاب الذكاء الاصطناعي بعد الديكلاراسيون هذه مع انفيديا. خاطر الديكلاراسيون تاع مع انفيديا مش خرجت كان في تونس، اما هي في نطاق العالم الكل. واختياركم انتوما ما كانش عشوائي الاختيار، انه اختاروا سوسا انوفيشن سيتي، لانه خاطر احنا بدينا نخدموا معاهم، واحنا اللي بدينا نلوجوا عليهم معناها بالجبنام، وشافوا الخدمه نتاعنا واقتنعوا بها، وهذاك كيفاش وصلنا لل يقنعهم باش نعملوا هالهاب هذايا في تونس. باهي توا نحن اما هو تونس راهو قبل ما يكون سوسه. اي تونس بالطبيعه، سوسه هي تونس، كل منطقه كل شبر من بلادنا هو الجمهوريه التونسيه، وكل واحد تونسي مهما كانت المهمه نتاعو صغيره ولا كبيره ديما رفع علم تونس. 500 اطار تم تكوينهم على المستوى الوطني. خذوا شهاده. توا مش قاعدين نكونوا في المكونين، عندنا دوره توا جديده بديناها زادا نهار 17، معناتها بدينا الدوره هذه دوره جديده باش نكونوا المكونين للمستقبل. 50 مكون باش نقوموا بتكوينهم تو، باش هما يعاونونا في التكوين المره الجايه. يعطيكم الصحه، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم. الف مبروك لنا تتشين، اول مركز في الشرق الاوسط وافريقيا للتجديد في مجال الذكاء الاصطناعي. نشكرك برشا سي هشام التركي، مدير عام القطب التكنولوجي بسوسه. ان شاء الله يومك سعيد والى اللقاء.